يعطيكم العافية، وخميس ونيس وسعيد عليكم يا رب، وإن شاء الله تكون نهاية الأسبوع سعيدة على الكل. السؤال الخميس يقول، طبعا احنا متكلمين عن تفتيح المناطق الحساسة وتكلمنا عن تقشير المناطق الحساسة، بس ركزنا بشكل أكبر على المفتحات، ولكن في جزء من الأشياء اللي نستخدمها لتقشير المناطق الحساسة اللي تكون آمنة للاستخدام لهذه المناطق، لأنها حساسة وما ينفع نستخدم لها أي مقشرات. راح أحط لكم خيارات تحت وخلينا نشوف منو اللي يجيب الإجابة صح. في كذا نوع من المقشرات اللي ممكن نحطها على المناطق الحساسة لتقشير التصبغات، سواء البطين أو منطقة البكيني.